طيب قال يقول محمود محمد طه في كتابه بعنوان الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. محمود محمد طه يا أخواننا هو صوفي صدع بعقيدة وحدة الوجود التي عند الصوفية. وحدة الوجود معناها شنو؟ معناها كل ما في الكون هو الله. والعقيدة دي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية عن الحلاج الصوفي الأول اسمه الحسين ابن منصور الحلاج. لو راجعت الآن المكتبة دي فيها البداية والنهاية حوادث سنة 310 هجرية ذكر مقتل الحلاج. ليه قتلوا؟ قال لأنه كان عنده حوار عنده مخلايا إذا دخل الحمام بيخش بها. فجاء ناس الشرطة الزمن داك مسكوه وفتشوا المخلايا بتاعته لقوا فوق رسالة مكتوب فيها من الله العزيز الحكيم إلى فلان ابن فلان الدرويش. درويش ده قالوا له دي من الله. الرسالة لك منو دي؟ قال له رسالة لك الله. قال لهم لا دي رسالة لي الحلاج. مشوا قبضوا الحلاج. تعال يا حلاج ده شنو ده؟ هاي قال لهم الخط ده خطي. طيب مكتوب فيها من الله العزيز الحكيم انت الله؟ قال لهم هذا عين الجمع عند القوم، يعني انا الله والله واحد. عشان كده ابن عربي قال وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيستي. فهمت؟ دي العقائد بتاعتهم وهذه الكتب موجوده، انا بس ما دار اطول عليك. فهمت؟ وهذا الكتاب بتاع ابن عربي كامل اسمه فصوص الحكم موجود قاعد الان. قال فرعون على الحق قال انا ربكم الاعلى وده الصح ذاته، وما كان موسى مفروض ينكر على فرعون. ده موجود الان ويباع ويدرس ودارين يدافع عنه الصوفيه. فهمت الحاصل؟ فده يا اخواننا ده الموجود الان. فالعقيده دي هي عقيده محمود محمد طه. وفي ناس بيقول لك محمود محمد طه مفكر، لا دي جابه من الصوفيه الاوائل، لان الصوفيه الاوائل بيقول لك بنحصل مرحله بتسقط عننا التكاليف. الدليل شنو؟ قالوا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. لما تحصل اليقين بتسقط عنك التكاليف. طيب سؤال منطقي جدا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم حصل مرحله اليقين ولا ما حصل؟ لو قلت ما حصل انت كافر، او المرحله دي مرحله ما بتليق بالمسلم. او لو قلت لي حصل اقول لك سقطت عنه التكاليف. النبي عليه الصلاه والسلام في فراش الموت، في فراش الموت كان يزيح الستر عليه الصلاة والسلام ويقول أصلى الناس، أصلى الناس في فراش الموت عليه الصلاة والسلام. وكان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء وبالصلاة، كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يجي يقول لك محمود محمد طه قال ما في حاجة يسمى صلاة، قال الصلاة سقطت وبقت حاجة يسمى صلاة الأصالة. صلاة الأصالة قال هي صلاة القلب، تلقاه قاعد في الكرسي كده يقول لك انا صليت بالقلب بس. فهمت؟ ما في داعي لشنو؟ ما في داعي للصلاه العاديه، لانه حصلوا مراحل. ودي يا اخواننا الزندقه والكفر بالله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب قتلوا بيتين، قتلوا بيتين عمر بن الخطاب امام صلاه شنو؟ الصبح. علي بن ابي طالب قتلوا وين؟ مارق له صلاه الصبح. فهمت؟ وهكذا جميع الصحابه رضي الله عنهم دخلوا الجنة بالتوحيد ثم بأداء الفرائض وأركان الإسلام التي منها الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. فده كله كلام غريب. وده بتلقاه برضو في طبقات الشعراني وفي كتاب الفيوضات الربانية. وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي. تلقى الشيخ خش الأوضة الصلاة غاموة، حي على الصلاة، الشيخ خش الأوضة. ما لك يا شيخ في جنو؟ عندك نفق بيت احد غش بيت جامع؟ يقول لك لا، نحن طبعا ما زيكم. ما لك أنت في جنو؟ يقول لك نحن بنصلي في مكة. مستشفى مكة ولا وين؟ يقول لك لا يا في مكة عديل في الحرم. يا زول الناس صلوا لهم ساعة، أنت ما بتصلي يا شيخ. ها؟ عشان كده قال تيمم. قال توضأ بماء الغيب. الغيب عنده مويه، مويته مكونه من شنو؟ غايته المويه اللي بتزيل الخبث وترفع الحدث من الH2O، لكن بتاعت الشيخ دي ما عارف انها من شنو. قال لك توضأ بماء الغيب، يعني ما تصلي ذاته. ان كنت ذا سر والا تيمم بالصعيد وبالصخر وقدم اماما كنت انت امامه. شوف الكلام ده كيف.
يعني انت كنت الامام تقدمه، ما عارف ان هذه صلاه ولا شغل بتاع بتاع كوره ولا الحاصل شنو. قال وقدم اماما كنت انت امامه وصلي صلاه الفجر في اول العصر. شوف اللعب كيف. وربنا قال اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. لكن يا اخواننا ده المنهج الصوفي، صح الكلام ده حار، لكن يا اخواننا دي عقائدهم. الزول لابد يكون انسان فاهم ويميز بين هذه المناهج حتى لا تحرفوا هذه المناهج، فهمت؟ وجاء قال ما في حاجه اسمها حجاب، قال الحجاب هو التقوى بس، التقوى ها هنا. بعدين اذا بقت التقوى ها هنا للمراه يعني، ها هنا ما في داعي له، وها هنا ما في داعي له، وها حاجات كثيره ما في داعي لها. ده ما الكلام بتاعه، يعني المراه تلبس اي حاجه ده يبقى لا شنو؟ ده يبقى لا يعني لباس التقوى ويبقى لا حجاب شرعي. فديل يا اخواننا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فديل يا أخواننا دارين يسلخون من ديننا، ناس محمود محمد طه، يجوك العلمانيين وديل يقول لك لا لا يا أخ ده زول مفكر وأنت شي معرفتك بالفكر، ديل بس كله شغل أكبر ولله الحمد. يجيهم الصادق المادي ويشبكهم لك نقة إن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة مع الإطار الكيفي والتكيف الإطاري في كيفية واضحة التكيف السندكالية. لا أكبر ولله الحمد. تعال قال شنو؟ ولك يا سلام يا قال كلام حلو حلو بتاع شنو انت موهوم؟ فهمت؟ انا زل بعرفهم ديلنا ديل اهلي زي ما قال ذاك، فهمت؟ ديل بيحلفوا بالمهدي ذاته يقول لك وحات المهدي وخليفته وصابونته وليفته، فهمت؟ والله ده الهوس بتاعهم. زول معقول بني ادم زي ده يفهم لي حاجه؟ ده ما بيفهم ايش. فده يا اخواننا الشيء الحاصل والله الاحزاب دي ضيعتنا. ساكت كلام فارغ، اوعك تبقى مع حزب ما تبقى معهم. طيب قال نمرة اثنين، قال ويقول في منشوره الأخير أي محمود محمد طه هذا أو الطوفان إن شريعة طبقها المعصوم في القرن السابع لا تملك لنا لحل المشاكل القرن العشرين. ذاك نفس كلام لينين الشيوعي ونفس كلام فاطمة أحمد إبراهيم رئيسة الحزب الشيوعي أو من كوادر الحزب الشيوعي وغير من العلمانيين والشيوعيين إنه بيقولوا الشريعة لا تصلح. وربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ها الشريعة، الشريعة بيّنت لنا في كل المجالات، في كل المجالات، في العقيدة نمسك في الله براو، ها في الزواج عند أحكام كويس، في المعاملة عند أحكام عدم ظلم الناس. الشريعة في الاقتصاد في موجودة قاعدة تشيل بالحلال وتنفق بالحلال، فهمت؟ ما منعتك. لكن ديل يا أخواننا ناس زرعوهم اليهود عشان يضربوا بهم الاسلام من تحت، لانه لو جانا جاك شراك زي ما قال نقل لك شيخ مزمل انه الترابي قال قال انا اعلم من الرسول لانه انا اتكلم مع الفرنسيه والرسول لا يتكلم. كون النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم الا العربيه ده من ايات الله على ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق. ربنا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. كان شكوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عربي بس. لو كان بيتكلم لسان ثاني ربنا قال لسان الذي يلحدون إليه قالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم لغة ثانية كان قالوا أيوة العلماء بتاعين اللغة الثانية علموه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمي النبي الأمي كما قال الله عز وجل لا يتكلم إلا اللغة العربية. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الضب وتكلم مع الجمل في صحيح مسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث جابر شجرتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي يقضي حاجته فأبعد كويس فما وجد شيئا يستتر به فدعا شجرتين قال فجاءتا تخطان الأرض. تقدر يا ترابي تدعوهم؟ تقدر تدعوهم؟ ها تقدر تتكلم مع الضب؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لأعلم حجرا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال فأتيته فسلمت عليه فلم يرد قال فقلبته فلم يرد قال قلبته بجاي ما رد عليه. يا زول دي نبوات. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لو دار يتعلمها كان بيتعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لي لغة اليهود
فإني لا آمنه في كتاب، قال فتعلمتها في 17 يوما. 17 يوم بس جاهلك اللغة بتاعت اليهود، وش لغة مشقلبة، تقايل ساي مشقلبة، لأنهم هم ذاتهم حسودين ما دارين زول يفهم اللغة، مشقلبة حفظ لك في 17 يوم. والسريانية قالوا في رواية في 13 يوم، شهر حفظ له لغتين، تقول لي ترابي وسجم رماد، لكن الناس دي موهومة. يقول لك يا سلام يا سلام بتعمله، ده زول مجرم وضال منحرف.